مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من برنامج بيت العمر كل أحد وثلاثة من 6:30 ل 7:30 في المارينا اف ام والمارينا تي في. يا حياكم الله متابعينا ومشاهدينا الكرام، حلقات بيت العمر تجيكم دائما وتوعيكم في خطوات ومراحل بناء بيت العمر. ربي يعين اللي كل قاعد يبني يا الله وشايل الدنيا على راسه ويحس ان الدنيا ضيج، واللي حابين دائما نكرر انه يا حبيب قلبي اللي قاعد تبني استشير الناس الصح توصل للسكة الصح، استشير الناس الغلط توصل للسكة الغلط، واحنا ما نبي احد يغلط. اليوم ضيفتنا المعمارية اختنا الاستاذة فجر الهندي، مساك الله بالخير ومنور بيت العمر. مساك الورد ومشكورين على الاستضافة، وان شاء الله نكون عدد فاليو حق الجماعة. دائما عدد فاليو، اكيد قيمة مضافة، كل ضيوفنا قيمة مضافة، واحنا ضيوفنا نجوم في عالم البنيان سواء مقاولين او وسطاء عقاريين او معماريين، والمعماريين فنانين. انا توني اكتشف يعني موضوع المعماري يدخل فيه الفن، يدخل فيه علم النفس، عدل ولا لا؟ هو مزيج. أي. هو الأصل لما يسألونا شنو معنات العمارة، هي دائما تكون مزيج بين الفن والخدمة، فهو شكلي وتوظيفي بنفس الوقت. نعم أكيد أستاذة فجر، اليوم أنت تمرين على المناطق الجديدة وتشوفين التيست والذوق الكويتي في البنيان، إيش رأيك؟ شوف، هو مو دائما تيس كثر ما هو ميزانية اللي نعم. أشوفها حاليا نعم. مع الأسف لا زالوا الناس توجههم للكونكريت بوكس اللي احنا نسميه، أو هو الصندوق الكونكريت السميتي، خلنا نقول في لا زال مع الأسف هذا التوجه، وفيهم بنفس الوقت من ناحية ثانية في ناس عندهم ذوق، وحتى لو ميزانية معينة وبسيطة بس لا زال ذوقهم ينعكس على بيتهم. شنو قصد الصندوق البوكس؟ يعني بيوت البوكس اسمهم صندوق سمنتي، صندوق سمنتي يعني كونكريتي، احنا نقول يعني يمشي على المساحة، سكننا في طول عمرنا بهالصناديق ويا حلوها من الصناديق، بس فيها منفس يعني تنفس شوية، فيها مكان تشم هواء. الحين لا، يمشون على المتر أقصى متر مربع معطينهم إياه من بلدية نعم بالبناء، على أساس بيحطون كل اللي يبونه سواء حق اليوم أو حق المستقبل. وحلو الواحد يخطط حق المستقبل بس بطريقة يعني يقدر يتنفس فيها، نعم. ما يصير كونكريت وبعدين صار الصيف وسكر التكييف ما يقدر يشم هواء، صح؟ كونكريت ومستغلين كل المساحة وفوق شقتين، وصرنا كلنا نتشابه، يعني كلنا نفس الشيء، نفس معقولة كلنا نفس المتطلبات؟ هو ممكن يكون في تشابه، والتشابه مو شيء سيء حق المجتمعات، ولكن أنا أعتقد بوجهة نظري هي نظرية القطيع. يعني احنا كلنا نمشي باتجاه واحد، ومو شرط ان احنا سعيدين بهذا الاتجاه، بس لان كل من ماشي بهالاتجاه فاحنا نمشي وياهم. نعم. فما يشوفون شنو كل واحد فعلا بحاجته، هو مو سعيد قاعد في البيت ومو سعيد، او يكون العكس وقدم قلبه مو سعيد، يعني بنى هالبيت وكلفه وتعب وروحه ورده. هو مو شرط ان تشتري شيء غالي يعني او تحط فلوسك كلها فيه ان انت تكون سعيد فيه، صح؟ اوه، مفاهيم جديده والله. في ناس يعني ارتاح، هل ارتاح بعد ما سكن بهالبيت هذا وحقق شيء ووصل لمرحله الاستقرار؟ انت لما تحاشيهم شو يقولون لك؟ والله عدت على خير، صح؟ شوف، هو ما في مشروع بشكل عام، خاصة البيت ما في مشروع بيرفكت، أو يعني ما في عيوب، في دائما تحديات يواجهونها، وفي تحديات أساسية لمساء أنا وياك سولفنا فيها، نعم. ولكن نقدر نعمل هايلايت عليها. يا ريت والله، إذا ودنا نعرف صراحة شنو أبرز التحديات اللي تواجه المقبل على بناء بيت العمر، شنو أبرز التحديات؟ أول التحديات اللي توك تفضلت فيها اللي تخص الميزانية. لما يوصل مرحلة معينة فجأة تخلص فلوسه، مسكين وتوهق. مرحلة معينة مبكر ولا بالنص ولا آخر شيء؟ حسب كل واحد وطريقة. الحين ادخل بالتفاصيل، خلنا طيب. نقول أول شيء انعدام الميزانية، نقدر نعم. نقول نعم. فلوسه خلصت، عندك الجودة تقل، نعم. الجودة تنزل، يعني انعدامها ساعات حتى ممكن تكون منعدمة، وبنفس الوقت عندنا عامل الوقت اللي هو ممكن يتأخر المشروع، ممكن يفشل بسبب التأخير، نعم. فهذه عندنا ثلاث تحديات، خلنا نعم. نقول نعم. إذا نبتدي بالأولى وكيف ممكن نصلحها عشان ما يعني نتفادى على الأقل جزء منها ونمسك فلوسنا شوية. حلو. لازم الواحد قبل الله حتى يصمم يعرف منو بالبيت، شنو يبي، شنو
في ثلاث أشياء ممكن يحطها يعني كهايلايت عليها. نعم. عندك أفكاره شايفها بالكويت، شايفها برا الكويت، وهو صغير وهو كبير. يعني طبعا لما يفكر بهالثلاث أشياء، سواء أفكار، شنو عنده يعني سيولة متاحة، شنو عنده أرض، شنو عنده اللي هو الأصول خلني أقول، وعندك الشيء الثالث اللي هو رغباته واحتياجاته. نعم. فهذول الثلاث أشياء لما يشوفها بينه وبين نفسه ويناقشها مع شريكة حياته أو شريك حياته أو منهم بيسكن بهالبيت، يفكرون فيها من ناحية التجربة اللي مشوها في حياتهم، سواء طفولتهم لما المرحلة هذه والمرحلة هذه شنو يحتاجون، ومستقبلا شنو يحتاجون. فهو لما نطالع وراء تاريخنا نشوف انه والله احنا وين سكننا، مثل ما تفضلت مساعة سالفة الشقة، بيت مع اهل برا الكويت، داخل الكويت، سافرت كنت طالب ادرس بامريكا، كنت ادرس ببريطانيا، هذه الامور شنو اللي عجبتني بهالتجربة وشنو ما عجبتني واحطها. ونفس الوقت هالزمن اللي احنا فيه، مثلا قبل احنا ما كان عندنا السمارت سيستم، بس لا الحين والله انا ودي بيتي يصير عندي سمارت سيستم، فحلو امشي مع عاصر الوقت اللي انا فيه. مستقبلا مثل ما قلت يبون عيالهم في البيت، اوكي هل انا عندي الميزانيه الكافيه؟ يعني نعرف شويه موضوع الميزانيه، هل عندي ميزانيه كافيه ان انا ابني، ولا اقدر احط مثلا اساسات او المنشاه بطريقه تصميم انشائي مثلا يتحمل اساس، بعدين اذا صار عندي فلوس او عيالي بهذا يصير خير، بس يعني عيش يومي شوي. بس يقولك مرة واحدة أنت بتبني لك فلوس كلها، مو هذا الداير، هذا اللي قاعد نسمعه بكل مكان. أنت باني خلص مرة واحدة، لك خلق عمال وتكسر عقب، خلص وفتك إيه وتخلص فلوسك. إيه هذا وتخلص فلوسك بعدين، ما عندك إيه بتخلص يعني. إيه بس تخلص على شيء إن أنا أقدر أقعد بالمكان أرتاح فيه، صح؟ نعم. أي حلقتنا اليوم عن الأخت المستشارة المعمارية فجر الهندي، مراحل البناء، مراحل البناء كثر ما نقدر نعرف متطلبات بيت العمر. والله العظيم أستاذة فجر معماريتنا كأنك صعبت الموضوع وايد، كأنك صعبت الموضوع. لازم نعرف متطلبات وتعرف شو اللي تبي المستقبل، وتعرف شنو هواياتك، وتعرف عيال، وايد وايد صعبت الموضوع. إذا تبي تسهله مستقبلا لازم تعرف أنت شنو تبي، صح؟ أنا ما أدري شنو أبي. ما تبي. أنا بسكن والسلامة. إنزين سؤال، أنت الحين لما تكون صايم برمضان ما تعرف شنو تبي تأكل، تروح الجمعية؟ رمضان على شيء ثاني. بس على نفس الشيء. بالجيمات أبي هيريش وبي هيريش. بس خلاص. نفس الشيء. وأبي. نفس الشيء. ويقولك الصايم لا يروح الجمعية يشتري. مو هذا اللي قاعد أقولك إياه. نفس الشيء، فأنت عشان تتفادى موضوع إن تروح تشتري أشياء ما أنت بحاجتها وتعرف شنو بالضبط تحتاجه، جسمك شنو يحتاج، ووو. لازم تقعد مع مستشار، تفهم شنو تبي، وتقعد مع نفسك بالأول، وتقعد مع اللي بيعيشون معك وتفكر. وبالعكس يعني مو غلط مثل ما قلنا مساعة أن إحنا الواحد يحلم أحلام وردية شوي، يطلع اللي بخاطره كله، بعدين يسوي فلتر شوي 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 لمن يعرف هو شنو يبي بالضبط. يعني أنت تصدمين اللي بيبني بيت العمر، لا هذا يسوى، لا هذا ما يسوى، لا هذا غالي، لا هذا كأنه مو أولوية، صح؟ شيلين. إحنا تصفين على فكرة معينة. إحنا ما نقول غالي ولا رخيص، إحنا لما الحين قاعدين نعرف إحنا شنو نبي، إحنا كل واحد فينا شنو يبي، فهذا على أساس ندارك موضوع شوي، وبعدين راح يدش موضوع الميزانية أوتوماتيكلي. بس أول شيء تعرف شو السالفة، إيش تبي، عرفت شلون؟ بعدين ندخل موضوع الجودة هني شوي، بس خلاص هالمرحلة الأولى سافت الفلوس، وشنو احتياجاتك، وشنو أفكارك، وشنو رغباتك، وشنو أفكار يعني، وشنو الأصول اللي عندك، شنو المتاح عندك، فلوس وايد ولا شوية، ولا عشان تعرفوا أنت شلون تتحرك. بعدين موضوع الجودة، شلون أتأكد إن باكر والله أنا بنيت ما ينهد علي بيتي، ولا ما قعد كل ساعة أصلح فيه لأن جودته نازلة. فعندك أربع عوامل أساسية في موضوع الجودة، كلها اختيارات. طبعا اختيار المكتب الاستشاري، اختيار المقاول، واختيار المواد. بس قبل هذا كله شنو نختار؟ موقع القسيمة. في حال اللي بيوتهم مالت الحكومة، مالت الإسكان، طبعا هذول يصيرون ما بيقول ليميتد، أو عندهم حدود أقل من الباجي، بس هم عندهم أشياء ممكن يختاروا يبدلون. عندك موضوع شارع واحد قصج، أو عندهم بالضبط مثلا من ناحية الشوارع. من ناحية الشمس، إن إذا كانت شرق ولا غرب ولا يمان، يعني أساس تصير حارة ولا شلون، هالصوب يصير براد ولا، يعني هذه مهمة حتى بالتصميم، باشر تعبه ممكن بالتصميم. أو حتى بالطاقة، إن يصير بيت حار ولا بارد ولا كذي. غير كذي هو هذا راح تخدمه، يعني مثلا اللي عنده ديوانية
ويكون بيته قريب على مسجد او يكون بيته قريب على مدرسه تخدمها بالليل لان في مواقف. انزين في واحد لا والله انا عندي يعني امراض مزمنه موضوع السكر لازم ساعه اروح المستوصف فبالعكس لما يكون المستوصف يمي امشي، او والله انا عيالي ما بيهم يمتنون ابيهم يمشون كل يوم مدرسه فكاهي المدرسه يمي. فكل واحد شلون يشوف الاحتياجات. هذا بشكل عام من ناحيه الموقع. بس هم في شغله ثانيه هم مو الكل ينتبه لها، موضوع ان شارع عام يكون يطل على الموقع اللي انا فيه. نعم. هل هو اجين موضوع الادد فاليو يكون قيمه مضافه او العكس؟ اكو ناس يقولك ايه عشان بسرعه اطلع واروح مشاويري، اكو ناس لا يقولك ازعاج، اكو ناس يقولك لا والله اذا صار خصوصيه ماكو خصوصيه حسب ايه. فقاعد اقول كل واحد يشوفها، انت تقول ماكو خصوصيه. نعم. بس يقولك لا لما احط بطريقه معينه احط شتر ولا احط شذي او اصممها بطريقه معينه ما ازعاج وما يعني. في انا استغرب مع ان الناس الركضه على المواقع الشوارع دائري دائري الاول كذا سياكل وزعاج، والحين بنشتى بعد الطافيه التكلفه. اذا جيت تحط الزجاج اللي يصير دبل جليزنج ولا تريبل جليزنج اللي يصير في كذا طبقه لير او يعني زجاج كذا واحده لا يصد الازعاج هذا. بس هذه فيها ميزانيه، نرجع لموضوع الميزانيه. نعم. فهو حسب، فانت لازم تدرسها من جميع النواحي عشان تتخذ قرارك. فانت ما تقرر عشوائي ولا عشان رفيجك كان يمك عشان بس انت لا انا بقى زين ادرس الموضوع. نعم. بالاول انت عاده ايش كثر هذه الجلسات اللي هي لازم تعرف نفسك، تعرف شنو تبي، تعرف شو احتياجاتك؟ شوف انا اشوفها كم مره يروح يرد يروح يرد على المكتب. هو مو انه يروح خاصه إن الواحد لما يصدر لما يدش في سيستم البنيان ترى ما ادري ليش يله العيله هذه يلا 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 كأنه موضوع سباق. إيه هو وايد موضوع سباق، أقول رفيجي بنا قبلي رفيجي خلص رفيجي صب وأنا إيه وهذا مو صحيح. إيه؟ يعني لأن كل واحد يعني فينا مختلف. نعم. شخصة بحياته بس هنا ضغط هنا ضغط والله من دوانية إلى من دوام. إيه يلا بس فلان فلان الحين شوفه فلان قطع قبل بعقبك صح ولا لا صحيح. إيه؟ بس هو المفروض ما يتأثر عاد. إيه؟ هو عاد أنت الواقي مالك هذا ضد الرصاص. ما يتأثر بهالمجتمع، لا الناس تسمع والناس تختلط ودواوين وكذا. لازم يحط الجدول الزمني مال المشروع. أي. بطريقة أن يخلص بسرعة، مثلا ما يروح يبني ثلاث شقق، يبني. أي. دور دورين. من وين هذا اللي يبني دور دورين؟ انت ما يخالف يبنيهم يسكن فيهم. يقول انا سكنت وتالي كمل. نعم والله كان زين. احنا هذا فكره البرنامج من الاساس اختي فجر الهندي اليوم معنا معماريه، ان تبني على قدك، ابني حسب احتياجك، شنو متطلباتك، مال شغل غيرك. هذه الافكار اللي اسسنا فيها البرنامج بنحاول ان نوعي فيها الناس كثر ما نقدر. بس وين يعني يبينا وين احنا نعيش مره واحده. اي احنا لما نعيش مره واحده اذا يعني لازم نمشي مع يعني ما تدري انت باشر حي ولا ميت صح. ايه. فلازم يعني الله يعطينا طولة العمر. صح اي والله. اي ف يعني انا قصدك انه لا تحط فوق طاقتك. اي ترى وايد ناس يعني هو يقولون هذا المثل الكويتي يقول اول بيت ما تسكنه، ثاني بيت تبيعه، ثالث بيت تسكنه. صح انت مع هالمثل هذا المقوله؟ هي مو مقوله، هي تنطبق حق الواحد اللي يمشي عشوائي. بس اللي فاهم شنو يبي مثل ما اذا مشينا هذا اللي قبل لا يبلش يختار له مكتب ولا يختار له مقاول ولا يبلش شغل يعرف شنو يبي. نعم. صح؟ صح. اي انا هذه المقوله انا افهمها لان اول بيت بيعه، لان اول بيت قاعد تعلم اخطاء وايد، ثاني يقل الاخطاء، الثالث راح يكون اقل اخطاء. فهذا اللي افهمه انا. هو اريد اقول لك نفس النقطه، لان انت لما كذي تسوي عشوائي. أي. هو ليش اول واحد كذي يعني هو بيت واحد من الحكومه جاي بعد واحد وين قاعد يبيع. اي بالضبط يبي السلامه يبي. فبالضبط فلازم يعرف يعني هو لازم يقعد مع نفس يقعد يفتش في شنو يبي. اقعد وفتش وافهم واكتب متطلباتك وفاصل وراجعين. حياكم الله ورجعنا لكم في برنامج بيت العمر، معانا المعماريه فجر الهندي. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. حياك الله. اليوم حلقه معماريه، حلقه تصميميه، حلقه عن الاولويات ما قبل البناء. احنا دائما نستهين بموضوع ما قبل البناء. طلعت مرحله مهمه مهمه مهمه. عدل ولا لا؟ مع اي اقول لك، فاحنا دائما نستهين في مرحله ما قبل البناء، اهميه ما قبل البناء. اركد 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 وصمم ولاحق خير ولاحق خير. عدل صح. اللي بقوله اليوم احنا وانت دائما تقولين ما نبي نكون مثل القطيع، تكفى صمم بيتك على 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 متطلباتك على اولوياتك. انزين اللي بيصمم بدون ما يجيب المدام بيصمم بروحه.
اوكي مشروع فاشل. يقول من اول شيء لا والله من آخر شيء يقول شو والله ما تعرف انا باني بيوت وانا عندي خبره مثلا انا هذا ردي عليك انا باني وانا وهي ما يعني هي مشغوله وكذا صد صد انزين انت الحين تروح تاخذ هالمطعم تقول انا عارف المطاعم واكل وهذا وهي ما تعرف تطبخ وبس وتوديها المطعم وبسير لك ليه هي كلي طلبي بكلي نفس الشيء زين زين ما عجبها هي ما تاكل ياباني شلون اي بس هي بس أنا بفاجئها بتصميم حلو وشبيه نفس الشيء نفس المنطق أقول لك هو ماكو على المثال مع الأكل نعم. تقول لها تعالي بس أكلي ما يصير زي زوجين مختلفين في موضوع التصميم يونج المكتب مختلفين هو ذوقه وين وهي ذوقها وين هو يشرق وهي تغرب هي مو غلط إن يعني بالعكس هو في شغلتين بالأزواج نعم. المفروض يكون شيء مختلف مفروض في شيء متشابه نعم. ولا ما يصيرون أزواج أصلا ما يعيشون مع بعض نعم. صح نعم. فهما ما قرروا إن يصيرون شركاء إلا فيها تضحية صح نعم. فأنت لازم تقعد معاهم وتشوف شلون هذا بس ما تدخل بس توضح لهم تحط النقاط على الحروف من اللي ضحي في العادة طيب دائما الرجل مسكين يعني كالعادة دائما يضحي بيفتك. من أجل بناء بيت هو مو تضحية هو يبيفتك هو يبيفتك هو يبيفتك يبي السلامة يبي السلامة لا يبيفتك بس والله شايل هم الدنيا حرام يعني هذه مرحلة البنيان وروحها وركضة ترى يعني حملها كبير على الزوج حتى نهية إيه؟ حتى هي ومام اثنين هم عايشين بالبيت اثنيناتهم صح؟ أيه. بس مرحلة البنيان قاعد أتكلم عن مرحلة البنيان مرحلة البنيان شوف إذا أنت تتكلم على البناء نفسه تروح نعم. الموقع وتشرف وما أدري شنو والعمال نعم. ومهما يكون شوف أنا الحين بالمجال وكذي بس إحنا وحتى بأمريكا وبريطانيا هو دائما اللي بالكونستراكشن والعمال ريايل الله يعطيهم العافية إي والله الله يعطيهم العافية أنا أشهد قولي الله يعطيهم ألف عافية إنزين ف هذا إذا تقول لي هناك أوكي بس إذا أنت عندك مشرف شاطر كاستشاري وعندك مقاول هم شاطر يعني إن شاء الله تهون بس أنا أنصح بهالسالفة إنه يعني تأنب بالاختيار ويختار الصح نعم. أساس ما يتعب وبعدين يتحلطم ولا يصير آخر شيء المشروع مو مجدي نعم. وفي مشاكل لأن إحنا هذا اللي تكلمنا فيه عشان أنا حط النقطة الصحيحة ليش موضوع ما قبل البناء مهم عشان لما ينفذ وقبلها يصمم نعم. بالتصميم نفسه يصير سهل دربة وايد سهل نعم. وبعدين لما ينفذ ما يصير فيه تغييرات لأن وين المشكلة سواء بالثلاث عوامل اللي تكلمنا فيها سواء فلوسه وقته جودة الشغل تخترب بسبب التغييرات لا أبي مني هذا تفتح هذا تطق طوفة مني لا أبي أغير هذا بحط مواد ثانية لا أنا بغير من هني بغيره من مثلا المطعم بخ مني بودي المطبخ منك مثلا ان هذه كلها تتغير فانت عشان ما تغير لما تنفذ غير على الورق وشوف شغلك على الورق قبلها عشان تتفادى كل هالمشاكل لان هذه لما تصير تغييرات اوتوماتيكلي فيها فلوس الجوده تقل وكذلك الوقت وطبعا اذا وقت اكيد هم ده ياخذ من السيوله اي بس هم لما تروحين الواقع البيت لما ينبني ترى تبين غير الورق ترى في امور بالورق حلوه لما اشوفها بعين أوكي. الواقع اقول اوكي بس على الاقل صح صح كلامك انا ما اخفيك بس اول الحين في اشياء وايد يعني طريقه العرض حق التصميم يعني مثلا احنا عندنا العالم الافتراضي اللي تلبس النظاره وتقعد وتشوف تصميم بيتك وتحاول تعيش الجو شويه هذا يسهل ان انت تشوف المكان اوكي انا ما اختلف معاك لان وايد حتى مشاريع كبيره ممكن تتغير بالوقت بس انت شو يصير لما انا اقول موضوع ما قبل التصميم خلال التصميم في تغييرات تكون خلال الفترة على أساس اتقنن موضوع التغيير احنا ما نقول نشيله مرة واحدة بس مثلا إذا بتغير يصير مثلا تغير مواد تغير الأشياء اللي ما فيها تكلفة ووقت زيادة وايد خلينا نقول أنا عندي سؤال عن مهنة المعماري المهنة هذه نعم. هل اليوم مع التطبيقات الجديدة في والأبس الديزاينز ولا هل المهنة مهددة بالانقراض هل هذه الأبس اليوم تهدد مهنة المعماري صدقين تو خطأ على بالي سؤال خوش سؤال مو محضرات لا بس راح أقول لك الجواب بشكل بسيط جدا إحنا المعماري في إبداع ولا يمكن لا يمكن حق أي آلة حق أي روبوت يحط مكانه عقل الإنسان الإبداع يطلع من الإنسان من الآخر يعني تقول لي أركيتكت تقول لي ديزاينر أي شيء في إبداع ما يطلع من ماكينة زين اللي قاعد في برامج تساعد تحل محل الاركيتكت على المدى البعيد مو هو اللي صنعه الانسان
هو اللي مسوي حالة حال أي شيء ثاني. إيه. حالة حال أي شيء ثاني. الإنسان هو اللي رأس المال. أكيد أكيد يعني ما يصير يعني الحين إيش حقه مو صار ال الواحد على شكلك الـ AI الـ Artificial Intelligence الذكاء الصناعي يعني. إيه الذكاء الصناعي شلون مو الحين تطلع لك تدخل على السوشيال ميديا واحد ولا واحدة هم أوادم بس هم مو أوادم صح؟ نفس الشيء الكبر الحجم البيت الكبير اليوم اللي يبي يبني دائما يفكر مثل ما قلت متطلباته ويبي يحل الأزمة الإسكانية حق عياله ويبي يحل الأزمة العقارية لأحفاده يبي هالبيت يحل مشاكل جيلين. هل المساحة الكبيرة هذه تحل المشاكل على المدى البعيد؟ المشاكل موجودة بس أنت إذا تخلقها بعد هذا شيء ثاني صح؟ قصدي يعني هو ممكن أنت تخلق المشاكل هي مو موجودة ممكن هي موجودة يعني هاي جزء من الحياة. أنا بسوي حل حق عيالي أنت تقدر تقنن من المشاكل بشكل عام. إنزين أوكي أنت خطط بس مو شرط التخطيط يعني تقول بحط عيالي ما يبون يقعدون بيت شلون ما يبون يقعدون بيأجر والله كل من يبي يقعد بيتين لا مو شرط صدق والله إيه؟ في ناس تبي تطلع من بيتين أكيد ما والله حرية يقول لك فأنت تقدر هو تقدر أنت تخطط بس عاد شنو باكر العالم الله صح صح إيه؟ كنت بقول شيء صدقين نسيتيني ذاك فكرة الـ 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 السعادة في البيت الكبير السعادة البيت السعي هل البيت السعي يجيب السعادة؟ أنت إيش رأيك؟ ما أدري أنا أسئلة أنت هذا شخصي هذا كل واحد وشخصيته يعني المساحات الكبيرة السراديب الكذا الناس ليش تلجأ لها حتى لو كانت ميزانيته يعني محدودة شوف ترى سعادة هو ميزانيته محدودة ليش يسوي دواوين كبيرة ويسوي صلاة كبيرة ليش؟ أقول لك هو هذه بحث عن شنو؟ بحث عن سعادة هو يعتقد أن هذه سعادته لأنه هو قلت لك هو مو فاهم شنو يبي نعم فيعتقد كذي فبعدين يروح بيت واحد لا والله عاجبني دور شو اسمه الحوش الداخلي مثلا مع الحوش العربي مثلا نعم. يقول هذا ايش كثر مساحة بيتكم والله 400 بس لا والله فكاسعي وكذي يستغرب فهو مو فاهم يعني كل واحد شنو معنى السعادة بالنسبة له تختلف عن الآخر صح نعم اي مختلفة ال 400 متر سادة فجر الهندي اليوم عنا معمارية فيها بركة ترى والله وايد فيها بركة انت تطلعون فيها بركه لازم هي انا اشوفها كنا هي دوب يعني شوف 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 هي العلاقه بين المعماري وصاحب البيت نعم. شراكه يعني لازم كل واحد يتفهم مع الاخر نعم. عشان يوصلون حق الهدف ولا ما يوصلون بس لازم يصير يعني هو يقول اللي بخاطره وهو هذا يطبق له ممكن يطبق ممكن ما يطبق بس فيها بركة هي نعم. بس أنت شلون تحطها مع بعض وأنت شو أنت من هني لما قلنا مساعة موضوع شنو تحتاج هذا تحتاجها ما تحتاجها هني لما نسوي فلتر نعم نعم مانشيت باسم المعمارية فجر الهندي 400 متر فيها بركة فاصل راجعي لكم حياكم الله اليوم رجعنا لكم برنامج بيت العمر برنامج تكلم عن خطوات البنيان ومراحلها يا رب يكون بالعون كل من قاعد يبني بيته وعسى نقوله في النهاية عسى منزل مبارك طبعا للتواصل والمشاركة في برنامج بيت العمر 22-20-94 اليوم ضيفتنا المعمارية الأخت فجر الهندي حلقة معمارية في امتياز حلقة عن ما قبل البنيان تصميم ها؟ لو نرجع شوي سمعتي يا الله يحفظها فنانتنا سعد عبد الله تقول انا عايش على قد يقول لها ابو عدنان وعندي بيت وعندي موتر صغير كل شيء كان صغير بلا بيوتنا كانت صغيره قبل اجدادنا بيوت الطين البيوت اللي فيها بركه بيوت فيها سعاده بيوت فيها وهذا البيت الصغير كان فيه كل متطلبات الاسره كل من مستانس تاخذي لنا بنقله كذي نرجع ورا شوي ونشوف وين وصلنا اوكي هو بالنهايه البيت أو العمارة تعكس المجتمع نعم فالبيوت والناس والحياة والبيئة اجتماعياً حضارياً بيئة اقتصادياً كل هالأمور مختلفة تماماً نعم. يعني أنت تتكلم ما قبل النفط شنو نعم. مدخول الكويت؟ البحر أي. صح؟ ماكو نفط نعم. فبسيطين يحليلهم بيوتهم على قدهم مثل ما يقولون سعد عبد الله أبو عدنان صح؟ أي. عايشين بطريقة إن هم على قدهم إن كل العوائل يعني عائلة كبيرة البيت العود اليد واليدة وعيالهم وكل واحد بغرفة ويا مرته وعياله والحوش مشترك وكل شيء من المواد اللي حواليهم ويحطون كل يوم لبنة على لبنة ويمشون وماشي الدنيا
وبطريقة جدا مستدامة، مثل هذا الترم اللي قاعد يستخدمونها حاليا وما يفهمون شنو معناتها، بس مستدامة معناتها مستدام، كل شيء مستدام. ايش كلمة مستدام هذه؟ مستدام بالمجال العمارة مجال المستمر، يعني في دورة ريسايكلد، يعني هاي يلف يلف ويرجع، يعني ما يصير في ويست. شنو يعني ويست؟ يعني مخلفات. أشول إنجليزي فادني الحين الحمد لله. فبالعكس يعني كان لا توهقين مرة تقطع عينك بالإنجليزي كذي. فالبيوت كانت تتماشى مع الكالتشر أو المجتمع وطريقة العادات والتقاليد الخاصة بالدولة نفسها. الحين تغيرت. لا بس خلنا أقول شيء، بعدين نص الأوبريت تقول أبي فيلا، هني مرحلة نقلت الكويت. الحين صار عندهم فلوس صح ولا لا؟ أبي. هني ما تبي الماضي، هي كأنها هي تبي تتمدن. تبي تتمدن. أبي فيلا على طلبي، قسم شرقي وقسم غربي، صح؟ أيوة. أعطيني هالمرحلة هذه، هذه مرحلة ثانية. إيه مرحلة ثانية، يعني إحنا نتكلم يعني هي شايفة المستقبل، يعني بعد النفط خلاص صار عندهم شوية، يعني إحنا كل يعني إحنا ما يخالف، أنا ما بقول نظرية القطيع، وإنما إحنا كل العالم الحين صار الجلوباليزيشن. نعم. اللي هو خلاص العولمة، قرية واحدة. إحنا كلنا صار في نوع من التشابه. نعم. يعني مو بس على مستوى بيوت، إنما حتى لو تروح مثلا الحين الشرق ولا الغرب تلاقي نفس طريقة المطعم، نفس طريقة في صار تشابه في. نعم. في المجتمعات صارت تتشابه، بس بالنهاية يظل عندك المناخ مختلف، في مبادئ وتقاليد وحتى ديانات مختلفة، فهذه اللي ممكن تكون الجذور اللي ممكن تشد مرة ثانية. بس احنا مثلا بالكويت لازلنا يعني نعتبر مجتمع محافظ. نعم. فلذلك يعني في فارق بين قبل النفط وبعد النفط، ان مثلا قبل النفط مثل ما قلنا انه يكون الأسرة تكون كلها يعني بيت حمولة يسمونها. نعم. زين الحين لا، الحين اوكي الأم والأب والعيال، بس الحين بسبب الجزء الاقتصادي في الموضوع أن عيالنا ما يقدرون يأجرون أجار غالي، ردوا يحطوهم ببيوتهم، يحطونهم على طريقة شقق. نعم. ويحطون موضوع الأسانسير. نعم. على أساس يصير مثل شبه عمارة بيت، هذا الواقع اللي إحنا عايشين. نعم. فيه، فهو يعكس المجتمع، يعكس الاقتصاد، يعكس البيئة. بس إذا بشوفها من منظور البيئي اللي من ساعة قاعد أقول موضوع استدامة ومستدامة، إحنا أبداً مو مستدام الغالب. قصدك انت شنو تقصدين بالمستدام؟ قصدك يعني البيوت الحاليه اليوم يعني هي يعني موضوع استهلاك الكهرباء، موضوع استهلاك الماء، قصدك كله على بعضه. من بين الامور انه يعني قبل ولو انه ما عندهم تكييف، ما عندهم الخدمات الموجوده الحين ببيوتنا او بالبنى حاليا، بس فيها نفاهة مثل ما يقولون. نعم. فيها شراحة. إيه مع أنه ما فيها جامات، الدرايش والبيبان مسكرة، بس الحوش بروحها يعني نفاهة حقهم. تلاقي الشيرة بالنص، يقعدون بالنص يشوفون إذا راحوا صار حار ولا هذا راحوا فوق السطح، ناموا في السطح بالحوش، يعني مناسباتهم وقعدتهم كلها بالليوان فبالعكس يعني كان وايد مريح وبسيط، يعني البساطة كانت وايد حلوة. الحين في تكلف، عفوا في تكلف، بس أنا هذا اللي بوضح، يعني ساعات هو التمدن حلو بس يصير في تكلف، فتلاقي أسانسير أدرية، لازم رخام، لازم كذا. في بعض الناس طبعا في عندهم وعي باحتياجاتهم فعارفين شنو يبون، هو يصير حلو بس بنفس الوقت يعني كشخة. في نظرة اليوم في ثقافة عامة كأن الناس قاعد ترجع للبساطة، ما يقولك البساطة جمال، هو less is more الأقل يعني. أكثر إيه هو إنك توصل حق البساطة مو سهل. ليش البساطة بحس بسيط سهل؟ كان مساعة تقول كلهم نفس بعض وكله تبي تشتري نفس الشيء، كل شيء تبي تحطه تخلص فلوسك بعدين توهق، صح؟ نعم. فهذا مو بساطة. نعم. فأنت لما تيجي تبسط الشيء، يعني لما تحط أشياء وايد، يعني ليش إحنا قاعد نقول خلنا نطلع كل بخاطرنا بعدين نسوي هذا الفلتر. نعم. لما تسوي فلتر هو لما تبسط. لا تذكرين يوم قالت مساعدتنا أبرار القلام كانت تقول أنا أهم شيء بالبيت أبي المطبخ، كانت تقول هني هذا الحل، هذا الجواب اللي على أساسه تبني كل المخطط. أيوة. مطبخ هي مو المطبخ ولا مو مطبخ، بس هي فاهمة شنو تبي. أنا من تون قاعدة أسولف معاها قلت لها شنو تبين، أول شيء قالت لنا أنت تحسون شاينيز، قلت لها لا ما تفهم بالبنية، لا تفهم لا هي تفهم ما شاء الله عليها، لأن هي تفهم هي شنو تبي. أي. هي عارفة ذاتها. أي بس كم واحدة مثل أبرار يعني ما لا لا والله أنا ما لوم الناس، شباب عيشة الشقة 15-20 سنة ترى لما تيها المساحة الأرض الكبيرة ما يدري
ما يدري شنو الأولوية، وركضه تك 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 وراء أجار وراء مصاريف، يبي خلص خلص ويلا وخلص. العيلة من الشيطان. ايه صح؟ ايه أولى من الشيطان. ايه أولى من الشيطان والله صدق. فلازم يعرف شو اللي واللي عليه. نعم. عشان ما تخلص فلوسه يخلص وقته ويروح بيت وبعدين يبيعه ولا يسكنه وبعدين يروح يدور له شقة ويقعد فيها ولا ما يقعد يأجر أصلا. إنزين أنا بسألك سؤال خاص. نعم. أحب الأسئلة الخاصة. تفضل. مرات تدخلين بيوت ينشرح صدرك. ومرات تنعزمين على بيوت ينقمت صدرك. شو اللي يخلي هالإحساس يصير؟ للأمانة غير العامل مال التصميم. أهل البيت. أهل البيت أفراد صفق. لحظة. أبيك تعطيني تفصيل عن هالنقطتين. شو اللي يخلي البيت شرح؟ مع إن زي ما أنا ما أعرفهم مثلاً أو معرفت فيهم سطحية. في بيوت تشرح الصدر يعني. شوف في بيوت تقمت. هو شوف إذا البيت مثل أبرار عارفة شنو تبي. أيه. وكل شيء ترى يبنى طريقة وايد اليوم يعني ريت ان تتجاوز هالمرحله هذه ذكية. الله يعرفها طيب. الفكره هي عارفه شنو احتياجها في البيت من يتصمم وصاحب البيت فاهم واللي معطيه مصمم له معماري شاطر ويسوي له اللي يبي تحس البيت يعكسها تشوف وجهها تشوف وجهها تحس بيت يعكس أهل البيت يعني بيتي يعكس يعني شفت هي الحين تقول أحب المطبخ أحب أطبخ لما تأكل أكلها غير لما تأكل أكلي أنا صح؟ أكيد مفروض أيه. كل واحد يعكس الثاني إحنا كلينا شيء وقلنا لا إحنا ناطرين لما الأسبوع الجاي أي عرفت؟ فنفس الشيء البيت المفروض يعكس يعني إحنا مثلاً إذا سبيل المثال أنا ما بقول أبرار ولا أقول فجر ولا أقول مصعب ولا أقول أحد عشان أعطي أمثلة مختلفة تماماً يعني بالأول سابقاً تقول بيت بأمريكا غير عن بيت بالكويت الحين بالإنتيرير تقول هذا وين صح؟ بالداخلي بالذات بالداخلي بس ممكن قسم براني حدايق بس هو الصحيح الحين يعني مثل ما قلنا بسالفة العولمة اللي داخلين فيها إحنا العالم الجديد اللي إحنا داشين فيه يعني هذا شيء طبيعي لأنه صار تقاربة الشعوب بس لما انتي على نوعية المجتمعات لما انتي على المناخ لما انتي على الاقتصاد في عوامل أخرى لا زالت تتأثر بس إذا بيرجع على سؤالك النقطة الشخصية فيني أنا أحب البيت أو المكان بشكل عام تدخل الشمس أي. اللي ما تدخل الشمس أحس بقمته فضروري جدا فأنت دائما حتى ممكن التصاميم تحترصين على دخول الشمس هو بالعكس هذا التصميم الصح أصلا هذا يعني مثلا إذا بالنهار أو طول اليوم إذا أنت تستغني عن الليتات أو الإضاءة بالعكس أنت وفرت على كهربتك وفرت وايد أمور بس طبعا كيف تدخل الإضاءة الطبيعية وكيف تحط الإضاءة الداخلية بالتصميم بطريقة يعني حتى الحين مثلا ما تروح مكان تحس مثلا محل أو تروح بيت هذه من الأشياء النيجاتيف انرجي اللي هو طاقة سلبية جدا غير موضوع الإضاءة الطبيعية في إضاءة صناعية مزعجة نعم. مزعجة جدا فهذه الأشياء أوتوماتيكلي تأثر بنفسيتك نعم. وتأثر بصحتك نعم. فعلى فكرة هذه أشياء الناس ما تنتبه لها أنا لازم أسوي عليها هايلايت بعض المرات بسبب البنيان والتنفيذ الغلط تطلع حالات صحية جديدة غير النفسية ممكن تكون حالات يعني مثل ربو ممكن يصير فيك ربو أنت ما فاهم كان فيك ربو بس بسبب التنفيذ في أشياء صارت بالتنفيذ خلت أهل البيت صار فيهم ربو أقدر يعني وايد عندي أمثلة على أعطينا مثال ربو من بيت تصميم غلط أو ربو من بيت درايشة صغيرة أو ما يدخل الشمس يعني مثلا الربو مثلا في بعض الناس في طريقة معينة بالتصميم الإنشائي بالصب فيحطون يخلون المواد كما هي ما يشيلونها هذه اللي مثل السفنجة أو شيء كذي تنحط ويخلونها فهذه مع الوقت لما تستمر وبس يسكنون أهل البيت هذه يعني تتفاعل فهذه التفاعلات أوتوماتيكلي تطلع مع التكييف ومع 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 يصير فيك ربو الله الحافظ يعني. لا إله إلا الله الشراح وأهل البيت أهل البيت عاد هذه ما كيف ما أدري هذا شيء خاص يعني إيه؟ أكو شرح وأكو شيء نفسي شيء نفسي كل شيء نفسي إنزين الدرايش وما أدراك الدرايش يقول لك هم مبالغة فيها تكلف أكيد في لها حسبة في لها معادلة بينهم بين التكييف أيه؟ التكييف والدرايش والكهرباء هذه كلها هذا شبه بعض نعم ودنا نعرف بس ناخذ فاصل مهندسة نرجع فاصل وردين
حياكم الله، رجعنا لكم برنامج بيت العمر. معانا المعمارية أخت فجر الهندي بردانة موت توا داش لشتة، لا إله إلا الله. حياك الله حياك الله حياك الله. أصعب أصعب دائما أنتم كمعماريين ومهندسين يومكم اللي بيبنون البيت وايد، وتصادفون أشكال وأرناق من الشخصيات. من أصعب العمل اللي مروا عليك وعندك قصص؟ هو ما بيقول العملاء صعبين، بالعكس يعني كل واحد له شخصيته. سامحين ريايل سامحين، غزي على الحريم كلهم سامحين كلهم في حليلهم. بس موضوع البيت مو سهل، انت مو جاي تختار وجبة ولا يختار وبعدين وجبة ولا بدلة ولا جنطة. نعم. حتى لو 1000 2000 ما راح تقط يعني ميزانيتك كلها، يعني ميزانية عمر، وإذا أي قلطة فيها مشكلة. صح. الناس تخاف وأنا ما لومهم إنها تخاف، بس اللي يسهل عليه اللي يعرف شنو يبي تسهل الأمور. اللي ما يعرف شنو يبي يوهق نفسه، لازم يعرف، لأن إذا ما عرف رح يفشل أو رح يتعب أو رح يتعصلك. يعني أنا بسألك سؤال إسكاني عقاري، بشوف ثقافتك العامة، كم نسبة المناطق الحضارية اللي إحنا ساكنين فيها بالكويت؟ كم المناطق الحضارية اللي مسرينها بدولة الكويت نسبة؟ ما بيأفتي يعني؟ ما راح أفتي. 10، أنا بسأل عليك، 10 11 أو 8%؟ ما راح أفتي. 11% فشلتي في معلوماتك العقارية، بس بالتصميمية بنتي شاطرة. هذا أربن ديزاين، هذا تصميم مدن. أعطينا أنت موجود في العمل الإسكان وهم يفيدوننا، يعني سويت اختبار وهذا مو مسموح. تصاميم المدن اليوم في المناطق الجديدة، شو رأيك بتصاميم المناطق الجديدة؟ في حلو، في أشياء حلوة، في أشياء مو حلوة. شنو الأشياء الحلوة؟ في ما شاء الله ترى إحنا وايد عندنا معماريين شطار الحين. في تنفيذ المناطق الجديدة اليوم بعين معماري عنده خبرة اليوم لما تتمشي. في أشياء حلوة، في أشياء كلش مو حلوة. نعم. في الاثنين. في كل شيء فيه. دائما يقولك إن المساحات الخضراء والأماكن اللي هي اللي فيها تواصل بشري أو الممشى، ماكو ممشى في المناطق الجديدة، ما في. الناس كلها الحين متطلبات اول ما يسكنون بعد الخدمات، بيتكلموا عن الممشى، بيتكلموا عن المساحه الخضراء، بيتكلموا عن الحدائق. انا بقول لك في مبادرات طلعت من شباب. نعم. يعني انا على الاقل اعرف المبادره طلعت في مدينه الوفره. نعم. تخص هذا الموضوع ودشوا فيها معماري وفيها تصميم مصمم مدن وشطار. نعم. وسووها وخذوا عليها جوائز وكذي، بالعكس بادروا فيها وكانت عمليه ناجحه. في مبادرات في المناطق يعني اللي اوريدي موجوده القائمه، الناس تدش فيها وتسوي، بالعكس وايد اشياء حلوه طلعت عندنا. في تقسيمات المدن اللي هو بعد الداء الخامس. نعم. مثل يعني بس اقول لك هذه اللي فشلت وما كررتها الاسكان ولا كررتها الدوله، اللي هي يحطون المواقف السيارات بوسط الفريج، هذه ما نجحت فما كرروها. فبالعكس يعني هو مو غلط ان شيء يفشل، بس اهم شيء انه ما ترد تكرر الغلط. نعم. اذا كررت غلط هي المشكله، بس هاي ما لها شغل بالمواطن ولا صاحب البيت، هذا ياخذ الارض سواء شاريها او من الحكومه. نعم. ياخذها كما هي، بس متى يصير دوره؟ لمن يختار؟ هذا اللي تكلمنا عن مساعه عنه، اللي هو ما قبل التصميم. نعم. ان انت تختار المكان الصح. يعني حتى اذا بتتكلم عن الجزئيه العقاريه. نعم. يعني انا قبل لا اروح اشتري المكان، يعني من بين الاشياء اللي اسال فيها غير عن الموضوع وين، يعني شمال شرق غرب، شم شارع، شنو حواليها الاماكن المحيطه، في شيء عامل مهم اساسي. نعم. اللي هو إذا كانت الأرض يعني كان فيها بيت قائم قبل ونهد أو انهدم، فساعات يصير فيه بواقي للبناء السابق. نعم. فلازم يتأكدون من هذا الشيء، لأن ساعات يأذي حتى بالبناء وكذي، فهاي يتأكدون منها لأنه ممكن تأذيهم. وفي نقطة ثانية اللي هي إذا شروها من الناس وكان فيه عليها خلافاتها ممكن تأذيهم من أمور قانونية وكذي، فهذه الأشياء اللي الواحد يحاذر فيها، هاي من ناحية قانون وعقار. نعم. ال في كلام يقال على المعماريين الكويتيين دائما يقولك انحش، ترى أسعارهم غالية، انحش ترى الجماعة مولعين، أسعارهم فوق بالعلالين. والله شوف مع الأسف هذه السمعة صايرة حق مو بس المعماريين، حتى الحين لما ظاهرة الحين بعد غزة الله يفك عقهم. نعم. موضوع المطاعم وهذا الحين صار إقبال على البزنس المحلي. نعم. صح؟ يعني أول يقولون الكافيه الفلاني قالي لا تروح له،
والمطعم الفلاني لا تروح له، الكويتين كلها قالين. لا بس انتوا في كلام يقال انه لا هو للامانه الموضوع يقال على اعلى من اسعار السوق، نفس الشيء حتى على قهوه على ساندويتش. مسكين الكويتي صح؟ لا تقول لي لا، عندك ربع المعماري كلهم. يا ما يصير، انا اي اقعد ادرس 6-7 سنين واقعد اخذ خبره وهذا، وبعدين تقول لي بعطيك مثلا حال الرسام العادي اللي ما عمره درس ولا عمره سوى، صح؟ نعم. يعني الحين ليش هو المعماري، المهندس، الطبيب، القانوني، هذه كلها يعني مجالات مهنيه. ويعني الحين لما تروح يعني اي واحد يروح يتوظف بجهه حكوميه اول ما يسال الراتب، صح؟ فانت لما تيجي تتوظف تقول الراتب لا شويه، ولا يعني يقولون الراتب قالي ولا هذا، فلما الحين تيجي تصمم عنده تقول له لا والله انت قالي، ما يصير، صح؟ فيها معادله، فالناس مو قاعده تشوف معادله بس شوفوا احنا كم ندفع. لا ما بيدفع له. في تخوف في كلام يقال انه خليك على الموجود، هذا مكتب نعرفه وسعره زين ويخلصك بسرعه. إيه ف يعني خاصة لا تجازف، لا خليك على الموجود، خليك على المعتادين عليه وكذا، خليك على مينونك لايك لين. هذه بكل شيء هذه بأمثالنا، هذه مثل خذ وخل ترى. لا هو هذا الموضوع مو واقف على المعماري بس. هذا يعني قاعد أقول لك هاي ثقافة مجتمع من ناحية طبيب، من ناحية معماري، من ناحية مطعم، من ناحية محل، من ناحية سيارة، اللي هو. فهو المشكلة وين؟ هذا اللي أنا بأسوي هايلايت عليه. وهو مو غلط إن الواحد يسأل حواليه، بالعكس، خاصة بالأمور الاستشارات. يعني حتى من قبل تروح الطبيب، زين ولا مو زين، أنت سوى لك ضرسك عدل ولا ركب لك التقويم صح ولا شلون. أنا ما عندي مشكلة يسأل من ناحية الخبرة الباكراوند ماله، بس أنا وين مشكلتي لما يروحون حق أقل الأسعار. يعني إحنا عندنا مثل كل رخيص بخيص، فشلون أنت تروح حق الرخيص؟ زي ما خالف يعني قالي مو شرط إن هم يصير زين، بس هو ابحث يعني سو هومورك، اخذ روح حق استشاري محايد، لا تروح حق استشاري يسوي لك تصميم زين وبنفس الوقت يعطيك هذا الجزء. لا قاعد مع واحد افهم شلون انت حط المعايير، كيف تختار المكتب الاستشاري، كيف تختار المقاول، كيف تختار المواد، يعني هذه أهم، كيف تختار الأرض الموقع. فهذه لما تحط جهة محايدة، احنا بالكويت مشاريع الدولة سابقا خاصة كانت وزارة الأشغال هي تسوي مشاريع الدولة كلها، مدارس، مستشفيات، كل شيء، فالحين تقسمت. فش يصير هذه الجهة الحكومية هي تصير، هي كانت البروجكت مانجر اللي هي مدير المشروع حق المشاريع هذه. فنفس الشيء حق صاحب البيت، ترى اول الناس مو فاهمين ايه، ترى نفس المعادله، بس هذا مشروع صغير وهذا مشروع دوله وكبير. بس هي نفس الفكره، انت لازم تروح حق واحد يكون مدير، لانه خبير فاهم شنو يوجهك، مو تروح اوكي اسمع رفيجك، اسمع اخوك، اسمع، مو غلط، روح للانسان الصح توصل له. هذا اللي قلته بالبدايه، هذا صاحب الاختصاص، اي روح حق صاحب الاختصاص، مو تروح يمين وشمال. ولا تسترخص لا تسترخص اي، لانه خلاص اذا رخيص تصدقين احنا تدري وصلنا لاخر البرنامج. اذا عندك كلمه اخيره قبل ما نختم، كلمه اخيره، نصيحتي لا تستعجلون، اي اخذ الامور ريلاكس، اي انجويت انجوي الرحله واستمتع بالرحله، واخذها خطوه خطوه، واستشير وادخل دورات وتثقف في بيت العمر، ونشوفكم على خير.